على الرغم من انتهاء جولة بوني بينك العالمية رسميا في الليلة الماضية، إلا أن الجمهور العالمي ما زال يتحدث حتى الآن عن اللحظات الأخيرة التي كانت في حفل سيول. فكما شاهد الجميع حضر عدد كبير جدا من نجوم كوريا حفل بلاك بينك الأخير، منهم صديقة جيسو المقربة سولجي من ريد فيلفيت، والتي شهدت وهي تجلس في مقاعد الفي آي بي وسط الجماهير وهي تحمل عصا التشجيع. حتى أن الممثل جيهون فاجأ الجميع عندما نشر صورة تجمعه مع جيسو خلف الكواليس. فكما يعلم الجميع، جيهون هو الممثل المفضل لدى جيسو كما صرحت هي في الماضي. وما كان مفاجئ حقا هو في نفس الصورة وجود مخرج دراما إنفلونزا، والتي من المفترض أن تلعب جيسو دور البطولة بها. ليس ذلك فقط، ولكن أثناء الحفل قام جيسو بالرقص مثل الزومبي، من ما يؤكد بطريقة غير مباشرة أن جيسو وافقت أخيرا على التمثيل في دراما إنفلونزا، ولهذا فليستعد الجميع لعودة الممثلة جيسو قريبا. وبالإضافة إلى ذلك، حضرت أيضا أخت جيسو الكبرى جيون، ونشرت ستوري بالإنستغرام لصورة تجمعها مع جيسو وصورة أخرى مع ليسا، وعلقت قائلة: آسفة لعدم تمكني من الحصول على صورة مع جيني وروزي، ولكني فخورة جدا بهم، لقد كانوا جميلات ورائعات للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، حضرت أيضا أم ليسا وهي واحدة من أكبر الداعمين لبلاك بينك دائما، كما أن عائلة روزي كانت حاضرة أيضا. ولكن لم يكن هذا فقط ما لفت انتباه محبي روزي، فقبل يوم واحد فقط من حفل سيول تعرضت روزي لضربة قوية، وتحديدا قبل يومين انتشر مقطع لروزي وتخرج من متجر بلاك بينك في سيول. وبينما كانت روزي تحاول إعطاء الجماهير بطاقات الصور، حدث شيء مخيف جدا، فمن شدة حماس المعجبين تحولوا إلى زومبي، وكان من الواضح بشدة أن فرد الأمن عانى كثيرا لحماية روزي. وبينما كانت تحاول دخول السيارة بسرعة، اصطدم كتف روزي بقوة في باب السيارة. وعلى الرغم من تلك الضربة القوية، إلا أنها أدت في اليوم التالي بمنتهى الاحترافية وكأنها لا تتألم. شاركني ما هو رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك.